النهاردة ان شاء الله هنعمل مكرونة بالخضار، فكل اللي احنا محتاجينه مكرونة وبصل اخضر وفلفل اخضر وطماطم، وهنحتاج عشان هنعمل لها صلصة بيضة هنحتاج لبن ودقيق وملح وفلفل. اول حاجة عملتها ان انا نضفت البصل الاخضر والفلفل الاخضر من الحاجات اللي بتبقى فيه دي، اللي هي الشوشة والبزر والعنق وكده، والطماطم كمان شلت منها العنق، ودلوقتي بغسلهم كويس قوي في مية عميقة يبقوا غصانين كده فيها كويس. بعد كده هجيب مية مغلية بقى في نفس الوقت علشان اسلق فيها المكرونة، لما المية تغلي وتبدأ تبقلل كده المية هحط فيها المكرونة. عشان اسلق المكرونه لازم الميه تبقى بتغلي جامد قوي كده، ويا ريتها تبقى حله ستانلس ستيل، واول ما الميه تغلي تبقلل كده هحط المكرونه. ولو هسلق كيسين يبقى هستنى لما الميه ترجع تبقلل تاني واروح حاطه الكيس التاني، فانا هعمل كده دلوقتي. لما الميه تبدا تبقلل تاني يعني معناها ان الحرارة بتاعتها على الغليان، هروح حاطه الكيس التاني. هي ليه سكتت كده ما بقتش تبقلل؟ لان طبعا اول ما حطيت فيها المكرونة الحرارة انخفضت فبطلت تبقلل، يعني بطلت تغلي. دلوقتي هي بدأت اهي تاني، هستنى عليها بس لحظة اما اتأكد ان المية في الغليان واروح حاطه الكيس التاني. اهي كده بدأت تبقلل وتغلي، يعني معناها ان درجة الحرارة بتاعتها بقت في الغليان. هروح حاطه الكيس التاني بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هستناه لما يغلي برضو واعد 3 دقايق غليان واطفي. انا هستنى دلوقتي لما يغلي واحسب 3 دقايق وهو بيغلي، وخلي الحلة مفتوحة عشان ما يفرش ويدلق. انا هنا كده سايبه المكرونه تغلي بقالها حوالي 5 دقايق بالظبط، لان انا لما عدوا ال3 دقايق لقيتها لسه لونها اصفر خالص، فده معناه انها لسه ما استوتش. هنا بقى خلاص لونها بقى يعني داخل على اوف وايت كده شويه، وبعدين ممكن يبقى فيه تيست كده اعمله عشان اعرف اذا كانت مستويه ولا لا. بحاول افعص واحده بتتكسر بسهوله جدا، يبقى كده استوت خلاص. هروح طافيه بقى عليها ومصفياها في المصفى المخرمه. انا هنا حطيت المكرونه عشان تتصفى في المصفى المخرمه ستانلس ستيل، وتحتيها كده حله عشان اتلقى الميه اللي نازله منها هستخدمها تاني دلوقتي. فكده خلاص صفينا المكرونه من الميه تماما، وهنستخدم المية اللي طلعت دي في حاجة دلوقتي هوريها لكم. انا هنا عملت قطعت الخضار اللي هو البصل الاخضر والطماطم والفلفل الاخضر، قطعته صغير وهرفعه بقى على النار دلوقتي. قلبت الخضار وحطيت عليه ملح وفلفل، وحطيت عليه رشة دقيق زي ما انتوا شايفين كده عشان هعمل له صلصة بيضة كده صغيرة. بس هسيبه بقى لحد ما اما يشرب المية بتاعته دي ويتسبك، ولو تلاحظوا ما فيش ولا نقطة دهون محطوطة. بعد ما يتسبك ويشرب ميته انا هحط له لبن، فهوريكم دلوقتي هعمل ازاي. هنا الخضار اللي هو الطماطم والبصل الاخضر والفلفل الاخضر يعني شبه ان هو خلاص شرب ميته، فانا مش حاطه ولا نقطه دهون خلي بالكم، فهبدا احط عليه لبن. انا كنت حاطه الخضار اللي هو الطماطم والبصل الاخضر والفلفل الاخضر وقلبتهم مع بعض، وبعد كده حطيت عليهم رشه دقيق
ورشة ملح ورشة فلفل، وقلبتهم مع بعض تاني لحد ما شربوا ميتهم تماما. وبعدين بدأت ازودهم ايه، لبن. زودتهم لبن وزودتهم حبة من المية اللي قلتلكوا عليها، اللي هي كانت بتاعت السلق اللي سلقنا فيها الايه المكرونة، حبة صغيرة بس. وبعد كده هزود لبن تاني عشان انا عايزة الصلصة دي في الاخر تبقى لونها ابيض. انا هنا بعمل الصلصة البيضة بتاعت المكرونة يا حبايبي، اللي انا حطيت الخضار الاول كان عبارة عن طماطم وفلفل اخضر وبصل اخضر، وحطيت معاه ملح وفلفل، وحطيت عليه رشة دقيق، وزودته من المية بتاعت السلق بتاعت المكرونة، بس ده اوبشنال يعني، ده مش لازم. بس اللي لازم هو اللبن بقى. يعني بعد ما حطيت رشة الدقيق ورشة الدقيق قلبتها مع الخضار ودابت معاه كده، رحت حاطه بقى ايه لبن. حطيت لبن كتير يعني حوالي علبة كاملة لبن، وهسيبه بقى يغلي وقلبه، يغلي وقلبه لحد ما ايه يتخن بقى شوية عشان يبقى شبه الصلصة البيضة كده. ولما يتخن شوية هنحط عليه المكرونة وتبقى خلصت. بس احنا دلوقتي في مرحلة ان احنا بنتخن شوية الصلصة البيضة، انا سايباها تغلي شوية على نار هادية وبقلبها كل شوية، ومش حاطة طبعا ولا نقطة دهون، فعشان كده بقلبها دايما بعد كده عشان ما تلزقش ابدا. ولما تتخن شوية هنحط عليها ايه المكرونة. طب في واحدة جميلة سألتني بتقولي هي ايه لازمة مية السليق بتاعت المكرونة ان انا احطها وانا بعمل الصلصة البيضة؟ هي دي بتبقى مليانة نشا بتاع ايه المكرونة، فبالتالي بيقلل لي كمية الدقيق اللي انا بستعملها. وكده كده انا ما بحبش ارمي حاجة خالص من الاكل، بستعمل كل حاجة في اي حاجة، فعلشان كده الفكرة بتاعت ان انا اخد المية بتاعت السليق بتاعت المكرونة احطها وانا بعمل الصلصه دي بتقلل لي كميه الدقيق اللي بستعمله. طب انا ليه اصلا بستعمل دقيق ولا الميه دي؟ عشان يبقى فيه نشا في الموضوع، فيقوم ايه يتخن الصلصه. فانا دلوقتي في مرحله ان انا بتخن الصلصه، واول ما تتخن تبقى مناسبه هقول لكم. هي كده الصلصه بقت تخنها مناسب. طب انا عرفت ازاي ان كده كفايه؟ هو اول حاجه ريحتها بقت صلصه جميله، صلصه بيضه يعني، ريحه الصلصه البيضه الجميله. تاني حاجه التكتشر بتاعها يعني بقى عامل كده يعني تخين بس مش قوي يعني زي كده. طيب واهم علامه بقى ان انا دلوقتي معليه النار على اخرها، اهي النار عاليه على اخرها، والصلصة مش بتفور وتطلع وتدلق. في الاول اول ما حطتها اول ما كان لسه ما استوتش كانت بتفور وتطلع من الحلة وعايزة تدلق، حتى في علامات اهي بتقول انها هي كانت بتفور. طيب فضلت اوطي عليها شوية شوية، موطية عليها خالص واقلبها لحد ما اتبخرت المية اللي فيها وبقى سمكها مناسب كده وما بقتش تفور وتتدلق حتى لما عليت عليها النار لاخرها. يبقى كده خلاص ايه الصلصه خلصت. همسك بقى المكرونه اروح ايه حطاها على الصلصه ومقلباها واطفي، خلاص خلصت كده. كده خلاص حطيت المكرونه على الصلصه بتاعتها وقلبتها وبقت زي الفل كده وبالهنا والشفا. لو استفدتوا من الفيديو وعجبكم من فضلكم اعملوا لايك وسبسكرايب للقناه.